وبيشرفنا وبينورنا النهارده الاستاذ عبد الحكيم ابو علم لاستعراض اهم العناوين. تحرك رسمي، اصابه ديانج، ملف التجديد، صفقات مرتقبه، وقرار باتشيكو. استاذ عبد الحكيم ابو علم ناقدنا الرياضي الكبير والصحفي الكبير بجريده الاهرام، استاذ عبد الحكيم منور الدنيا. اهلا وسهلا بيك استاذ ابراهيم، وفرصه سعيده ان انا اكون معاك مره ثانيه. انا اسعد، منورنا ومشرفنا. بدايتنا مع التحرك الرسمي، ما هو التحرك الرسمي؟ التحرك الرسمي من اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي بعت اول امس يوم 11 فبراير ايميل رسمي او خطاب رسمي للاتحاد الافريقي لكره القدم، وتحديدا فيرون الامين العام للكاف، بيطلب فيه التماس بقيد محمود الزنفيلي حارس المرمى الذي اتم التعاقد معه على سبيل الاعاره من الداخليه، بيطلب قيده في القائمه الافريقيه. والنادي الاهلي كتب في خطابه او قال في الايميل اللي بعته انه الحارس المرمى الاساسي محمد الشناوي تعرض للاصابه يوم 23 يناير في مباراه كاب فيردي في نهايه دور المجموعات، وسافر لالمانيا اجرى جراحه يوم 26 يناير، ولم يتلقى النادي الاهلي، الكلام اللي مكتوب في الخطاب، لم يتلقى تقرير رسمي بمده الاصابه الا يوم 28 يناير. وقت تلقي التقرير ده حسب وصف النادي الاهلي كان فاضل 48 ساعه بس على غلق باب القيد في القائمه الافريقيه. فبالتالي النادي الاهلي كان ذاكر في خطابه انه قدامه وقت قليل جدا يقدر يأيد يتعاقد ويأيد لاعب تاني بديل لمحمد الشناوي. النادي الاهلي استند في طلبه بطلب الالتماس بقيد محمود الزنفيلي في القائمه الافريقيه لايه؟ رقم واحد، قال ان برنامج حمايه اللاعبين اللي اطلقه الاتحاد الدولي لكره القدم قبل عده اعوام بيحمي اللاعب في انه لو اصيب في منافسات قاريه مع المنتخب بلاده سواء بطولات قاريه او اجنده دوليه بشكل عام ياخد راتبه طالما زادت مده الاصابه بتاعته عن 28 يوم. هنا النادي الاهلي بيتساءل، طب انت بتحمي اللاعب وتدي له الراتب بتاعه لو اتصاب اكتر من 28 يوم، طب بتحمي الانديه فين؟ يعني حق النادي فين اللي اتحرم من لاعب اساسي زيه في بطولات كتيره جدا لحد نهايه الموسم؟ المفروض تديني مساحه ان انا ايد لعيب تاني. النقطه الثانيه اللي استند بيها النادي الاهلي وحطها في الخطاب ومرفق بها حاجات، تعرض لاعب نادي الهلال السعودي وابرز نجومه نيمار الى اصابه مع منتخب بلاده البرازيل في تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله لكاس العالم 2026، وطلب الهلال استثناء من الاتحاد الدولي بقيد لاعب اخر بدل نيمار بعد ان اثبتت الاشعه تعرض نيمار لاصابه يغيب على اسرع 6 شهور او بمعنى اصح نهايه الموسم. والاتحاد الدولي منح الهلال السعودي احقيه في قيد، لكن الهلال لم يجد لاعب في شهر نوفمبر وبالتالي اجل الامر تعاقد مع لاعب في شهر يناير. لكن الاصل ان الاتحاد الدولي منح الهلال استثناء. الحاجه الثالثه اللي استند ليها النادي الاهلي في الميل بتاعه، ودي حاجه يمكن قريبه جدا من محمد الشناوي، حارس مرمى الشباب السعودي الكوري الجنوبي تعرض للاصابه بقطع للرباط الصليبي في بطوله امم اسيا مع منتخب بلاده كوريا الجنوبيه وكان قبل اصابه محمد الشناوي، وطلب الشباب السعودي استثناء القيد حارس جديد بعد انتهاء فتره القيد ووافق له الاتحاد الدولي لقيد حارس المرمى. فالنادي الاهلي ده اللي تضمنه في الخطاب فيرون ما علمته قبل ما ادخل لحضرتك انه احال ايميل النادي الاهلي للجان المختصه لدراسه الواقع. النادي الاهلي عارف ان نسب قبول الموضوع ده قليل، لكن النادي الاهلي بيسعى كعادته انه يكون يحدث تغيير كما اللائحه دي موجوده في الاتحاد الاسيوي على فكره، ان لو لاعب اتصاب انك تغير، يحصل موافقه ليك على تغيير حارس مرمى طالما تعرض لاصابه في بطوله قاريه وكان ما كانش قدامك وقت انك تجيب حد تاني تأيده مكانه. تمام. طيب من طب المرجح يا استاذ عبد الحكيم ان يتم قبول هذا الطلب ولا الاقرب لا؟ نسب ما تعداش 20%. ما تعداش 20%. الاتصالات الوديه، انا هقول لحضرتك بالنص، الاتصال اللي جرى مع فيرون من احد مسؤول النادي الاهلي قال له الموضوع ده ما فيش سابقه ليه عندنا. يعني ما حصلتش قبل كده. لكن انا اللي هقدر اعمله لك احيل الامر الى، لان خطاب النادي الاهلي وامين النادي الاهلي كان مقنع. ايوه. بادله وبمرفقات وبمستندات. ففيرون احنا ما عندناش سبب كده، بس طالما يعني هو نفسه اقتنع بيه، بس احاله، بس هو ما عندناش سبب، ده الكلام اللي قاله على سبيل الودي، لكن رسمي احاله للجنه المسابقات ولجنه تانية لما اتسنى الاسم بتاعها ان هو يدرسوا الموضوع من الناحيه القانونيه ويردوا على الكاف. استاذ عبد الحكيم، ما هي تفاصيل اصابه ديانج؟ ديانج كان في مباراه وديه مارسيل كولر عملها بين فريقين من النادي الاهلي يوم السبت الماضي باستاد مختار تيتش، تعرض للاصابه يمكن في الدقيقه 40 من الشوط الاول اليو ديانج. عنده ألم في الركبة، هي الإصابة بسيطة جدا، يعني هو ألم بسيط في الركبة حاجة زي وغزة كده. فالنادي الأهلي أو جهاز الطب النادي الأهلي الهيستوري بتاع اللاعب موجود فيه في الأهلي، عامل فايلات لكل لاعب، بيبصوا في الفايل لقوا إن الحتة دي اشتكى منها ديانج على مدار 14 شهر 5 مرات قبل كده. ألم بسيط بيجي له في الركبة وبعد كده تمام ويرجع.
فعملوا له اشعه رنين يوم الاحد. اشعه رنين اثبتت نفس الموضوع، الم بسيط في الركبه، اللاعب ينزل لا ما قدرش ينزل النهارده تدريبات، فعملوا له اشعه رنين تاني. اللاعب اثبتت الاشعه انه يحتاج لجراحه من الممكن انها تتعمل بعد وقت طويل، مش شرط دلوقتي، جراحه صغيره جدا اسمها تنظيف الركبه، لكن الجهاز الطبي شايف انه مش الوقت المناسب دلوقتي. وبرغم كده طلب من مارسيل كولر ان يبعده تماما عن رحله الجزائر اللي هتنطلق بكره. وبالمناسبه النادي الاهلي عنده صعوبه جدا، عنده 10 لاعبين غايبين عن رحله الجزائر في موقف صعب جدا جدا. مين ال10 صعب الحكيم؟ 10 محمد الشناوي، أيوة. خالد عبد الفتاح، محمود متولي، اليو ديانج، احمد نبيل كوكا، بيرسي تاو، وسام ابو علي، محمد الضوي، كريستو، دول 8 للاصابه. وحتى وعندك 2 عدم قيد في القائمه الافريقيه، محمود الزنفولي وعمر كمال عبد الواحد، دول 10. احمد عبد القادر وكريم نديت فرص لحقهم تكاد تكون صعبه جدا. ليه بقى؟ لانه احمد عبد القادر اول تمرين ينزل النهارده من شهر ونص اصابه، اول تمرين كانت النهارده ينزلها ونزل بشكل تدريجي، فالفريق مسافر بكره وهيلعب الجمعه وماتش قوي جدا طبعا. ولو حضرتك تتخيل ان ترتيب المجموعه دي خمس نقط، الاول والثاني الاهلي ويانج افريكانز، 4 نقط ميدياما وشباب بلوزداد، فالدنيا قريبه خالص، الدنيا قريبه جدا. والفريق اللي ما لعبش لعب 4 مباريات او 3 مباريات هو الاهلي وشباب بلوزداد. شباب بلوزداد مركز اخير عايز يكسب وان شاء الله ما يحصلش ويعدي النادي الاهلي، فمن الصعب انك تغامر باحمد عبد القادر، فبالتالي هيبقى عندك 10 و2 12. ودي حتى من الحاجه اللي كاتبها اني مفاجاه في قائمه النادي الاهلي، مارسيل كولر استدعى اليوم جدا الخبر ده ما حدش يعرفه عشان يواجه المشكله في خط النص، لان عنده اليو ديانج، عنده احمد نبيل كوكا مصابين، وقد يتم استبعاد كريم نيدفيد بكره برضه. استدعى مصطفى بالخير لاعب فريق 2003 الذي تم قيده قبل اسبوع في القائمه الافريقيه، مصطفى بالخير بكره هيبقى موجود في التدريبات وممكن يسافر مع الفريق. ده اول هيبقى اول ظهور ليه، اول ظهور افريقي، اول ظهور رسمي بشكل عام على فكره. هو شارك في المعسكر بتاع الامارات لكن ما ظهرش في مباراه رسميه مع النادي الاهلي. مصطفى بالخير لاعب خط وسط بيشوفوه انه قريب الشباب من عمرو السلام، مواليد 2003. استاذ عبد الحكيم، في اكتر من لعيب واكتر من نجم جوه صفوف الاهلي المفروض عقودهم بتنتهي بنهايه الموسم الحالي، اخبار مفاوضات التجديد ايه؟ قبل ما اخلص بس الحته دي، بيرسي تاو، عشان بيرسي تاو حواليه لغط كتير جدا، ناس بتتكلم على موضوع انه ما لعبش الماتش، وناس بتقول لك اصل اصابه طويله وبتاع. بيرسي تاو جه النهارده للنادي الاهلي، كان معاه تقرير طبي من طبيب منتخب جنوب افريقيا، التقرير تسلمه الجهاز الطبي وقال لكولر ان الاصابه بتاعته هي عباره عن اجهاد في العضله الخلفيه، وان هم بيوصوا براحه، هم ما بيلزموش النادي الاهلي، بيقولوا دي اجهاد والامر متروك لكم، بس احنا بنوصي ان هو يغيب 4 ايام راحه سلبيه، وبعد كده ده تصرفك. وبالتالي بيرسي تاو برضه نفس الموضوع، مش هيكون موجود مع النادي الاهلي بكره في رحله الجزائر. اصابات وغيابات كتيره جدا بصراحه، جدا عشان كده بقول لحضرتك ان مارسيل كولر خاصه بعد رجوع من فتره توقف، فايضا الفريق مش هيبقى في اتم الجاهزيه الفنيه. مظبوط، وكمان انت من يوم 28 ديسمبر ما لعبتش ولا مباراه، هم هناك لعبوا 5 مباريات ما بين الدوري ما بين الكاس، 5 مباريات رسميه، انت لم تلعب مباراه من يوم 28 ديسمبر اخر مباراه الاهلي وسيراميك كليوباترا في نهائي كاس السوبر الابطال المصري الذي جرى بالامارات حتى يوم 16 فترة طويلة فبراير جدا. طبعا فترة طويلة بتتكلم شهر ونص، في اكتر من حوالي 47 يوم بالظبط. فنروح بقى لموضوع التجديد، الكلام كتير عن الموضوع، احنا كنا اتكلمنا هنا مع حضرتك محمد هاني الموضوع معاه خلصان، بس كل القصه ان كان مع المنتخب ورجع خدوا اجازه، لكن القصه محمد هاني خلصان هي القصه عمرو السوليه وعلي معلول خلال يمكن بعد الماتشين بتاع الافريقيين دول دور المجموعات دور لا لدور المجموعات. الموضوع هيتعلن ان هم تجديد سنتين، هيبقى فيه شرط 70% السنه الاولى من السنه الثانيه، دول يعني سنتين هيتعمل سنتين، هيبقى فيها بند، يعني الجزئيه اللي كان فيها اختلاف ما بين اداره الاهلي وعلي معلول تم الانتهاء منها. هم الاوبشن اللي اتحط لهم اني بنفس البونص العقد القديم، بس تشال نسبه المشاركه، عشان اكون صريح مع حضرتك تقدير النادي الاهلي على فكره، دي السنه دي موجوده عنده ان كباتن الفريق بتشال معاهم سنه المشاركه، حصلت مع حسام غالي كابتن حسام غالي، حصلت مع كابتن وليد سليمان، حصلت مع كل كباتن الفرقه انما نسبه المشاركه ما تكونش موجوده. طيب مين من اللعيبه الثاني بخلاف دول؟ كان ناس كتير اتكلمت على احمد نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا اتفقوا معاه بالفعل، ولولا وفاه والده منذ 48 ساعه كان مضى عقد تمديد عقده، وكان قبله حمزه علاء مدد عقده من اسبوع ال 20/28. في اكتر من لاعب الاهلي بيرسم انه يمدد عقودهم تنتهي بنهايه الموسم، لكن خلينا متفقين على شيء، محمد عبد المنعم هدفه هو واحد من ضمن اللعيبه اللي تنتهي عقودهم 20/25. كمان محمد الشناوي، محمد الشناوي بعد 48 ساعه من دلوقتي وتحديدا بعد غد هيكون في جلسه معاه، ممكن تتاجل الجلسه تكون مع كابتن امير توفيق، لكن ممكن تتاجل لحد بعد كابتن خالد بيه ما يرجع، لكن المؤكد ان هو يقعد مع كابتن امير توفيق بعد بكره عشان يتكلموا في تمديد عقد. وعلى فكره اللاعب ما عندوش مشكله، وما تردد عن محمد الشناوي طلب 50 و40، ما حصلش اصلا كلام في فلوس، الكلام كله تقعد اقعد ما عنديش مشكله خالص ونقعد ونتكلم. سافر عمل العمليه، وبعد كده دلوقتي بيشوف عمل عمليه في عينه حاجه كده معينه كانت من كام يوم،
رجع ابتدى ينزل النهارده تمرين برنامجه العلاجي، وخلال بعد بكره كابتن امير توفيق كان موجود في رحله خاصه في اسبانيا، رجع امبارح، بعد بكره تكون في جلسه مع محمد الشناوي هيخلصوا موضوع تمديد عادل محمد الشناوي. بس اعتقد دي خطوه، ويعني خطوه في منتهى البادره، في منتهى الاحترام من اداره الاهلي طبعا، ان في هذا التوقيت هو مصاب وكلام كتير ده الشناوي هيبطل، واصل الاصابه دي مش عارف ايه وهبطله كوره، ان يتفتح معاه مفاوضات التمديد والتجديد بالنسبه لعقده تقديرا للشناوي وتقديرا كمان للموقف اللي هو كان عامله في شهر يناير مش السنه دي اللي قبليها برفضه لعرض النصر. اعتقد خطوه محترمه جدا من اداره الاهلي طبعا. وكمان هو حتى استاذ ابراهيم كنت مع حضرتك هنا وكنا قبل في وقت كاس العالم للانديه قلت لك ان هو عنده عرض ب 3 مليون دولار سنويا، هو رجع الكابتن محمود الخطيب قال له التصرف لكم انا عايز اطلع بس لو انتوا الامور كويسه، فده هيكون محل تقدير من اداره النادي الاهلي وهم هيقعدوا معاه وهيسعوا بكل قوه ان يمددوا عقده لحد 2027. استاذ عبد الحكيم، هل في صفقات اداره التعاقدات بالنادي الاهلي قدرت تبرمها او في صدد ابرامها مع الانتقالات الصيفيه، يعني خلصت الكلام عليها ومع الصيف اللي جاي هنلاقيها تم اعلان عنها؟ حلو قوي السؤال ده يا استاذ ابراهيم. بص، النادي الاهلي بيتعلم شويه من اللي بيحصل معاه كل انتقالات، بمعنى صح ان كل سنه بتلاقي كل ويندوز بتلاقي الامور بتختلف شويه. ايوه، المره دي الاهلي خد خطوه وخد قرار وقعد مع كولر من 3 ايام عشان يتكلموا في صفقات الصيف مبكرا عشان ما يروحوش لضغوط. احنا دلوقتي العالم بقى قريه صغيره، كل الناس بتشوف ضغط جماهير النادي الاهلي، فالانديه اللي بره لو عايز منك 800,000 دولار بيعرف ضغط جماهيرها، اللي عايز المركز ده بيروح معاك ل 3 مليون و4 مليون بالزبط. ودي حصلت في اكتر من صفقه، وحصلت مع وسام نفسه، وحصلت مع وسام ابو علي مظبوط كده حضرتك، ان الصفقه كانت مليون و200 مليون و300 لولا هناك. فهم الاهلي بيتعلم، الاهلي دلوقتي قاعد مع كولر حددوا مركزين بس. النادي الاهلي مركز المدافع، النادي الاهلي عنده مشكله في المدافع، عنده محمود متولي، كولر شايف انه خلاص الامور بالنسبه له يعني تكاد تكون صعبه جدا، اصاباته كتير وغياباته كتير. عنده اتنين معدين ال 30 سنه، وعبد المنعم مركز في الاحتراف، فانت لازم تكون عامل وعنده اتنين كمان، رامي ربيعه وياسر ابراهيم 30 و31. طبعا لسه قدامهم 3 سنين ولا حاجه، بس انت لازم تامن المركز ده. طب النادي الاهلي اشتغل في خط المدافع دي على محورين، المحور الاول عندي 6 في قطاع الناشئين يراهم النادي الاهلي، وانا نفس الموضوع اراهم ان هم جايين في السكه بس ما عندهمش الخبرات. مين الستة؟ في ستة. في اتنين منهم طلعوا عار يلعبوا فريق اول. أيوه. مع فيوتشر عبد الرحمن رشدان مولود 2003، في احمد خالد كباكا بس ده خط وسط مش مدافع، في عندك اللي راح فيوتشر، ده اللي راح فيوتشر. في محمد مغربي مدافع مولود 2001 موجود في سموحه هتنتهي عارته بنهايه السنه دي، في عندك ثلاثه موجودين في القطاع، احمد عبدين 2005، عبد الله بوستنجي 2005، في ابراهيم عبد الحكيم مولود 2003. دول السته النادي الاهلي، بس المشكله اللي هتواجههم ما عندكش خبرات لعب الدرجه الاولى. حتى مغربي في سموحه التجربه مش ماشي قوي، يعني بيلعب ماتش وماتش ماتش وماتشين، ما اثبتش. هم بيعولوا كثيرا على عبد الرحمن رشدان انه ينجح تجربته في فيوتشر. برغم كده الاهلي بيتحرك في اتجاه تاني، جاب مدافع من غانا مساك مواليد 2005، موجود دلوقتي من الصفقه اللي جابوهم الاثنين ب 80,000 يورو، حولوا الفلوس بالمناسبه النهارده. الاثنين لعيبه دول غنيين، واحد مهاجم اعاروه لمصير الاتصالات، والمدافع اللي هو صامول اوبونج، اللي هو صامول ده المهاجم اللي راح مصير الاتصالات، المدافع اسمه صبراء بيلعب بقدم ملوسه نفس ستايل عبد المنعم بالظبط، وهو موجود مع 2005 وبيلعب مع 2003. دي خطه. الخطه الثانيه، النادي الاهلي مركز مع كذا لاعب، اداره السكاوتنج تحديدا بتشوفه داخليا ولا خارجيا؟ داخليا. لا، الاهلي مش هيجيب محترفين. عندك مصطفى العش في زد، في اياد العسقلاني المحترف في روستوف. ده بقى كنت لسه هسالك عليه، لان في ناس كتيره بتتكلم ان اياد العسقلاني وخروجه بره في النادي اللي طلع له ده هو ما هو الا محطه للعوده مره اخرى للنادي الاهلي. لا لا، مش صحيح الكلام ده، مش صحيح. عن معلومه مليون في الميه، النادي الاهلي دخل اياد العسقلاني اداره السكاوتنج ده تشوفه لما راح روستوف الروسي، ابتدوا طب خلاص احنا هنحط عليه سبوت هناك نشوفه هيعمل ايه. خد بالك لسه لحد اللحظه اللي كان عليه هو ما لعبش مع فريقه، فالنادي هيبتدي يشوف، هيبتدي يشوف. لكن حته الاهلي مطلع الكلام ده، بص الاهلي من 2017 يتعامل مع اداره الاسماعيلي بشكل رسمي، خد منهم محمود متولي بتفاوض مباشر، غير كده انتهى الموضوع، بيتعامل بشكل رسمي جدا. تمام. لم يتدخل في صفقه ده العسقلاني تماما. تمام. وبالعقل انا هطلع كوبري ب 900,000 دولار عشان اروح اجيبه من روستوف الروسي، هجيبه بكام؟ صحيح، هجيبه ب 1.5 مليون دولار. طب ما انا ممكن هنا عقده ينتهي واجيبه يعني. حتى بالكلام بالعقل يعني، بس احنا عندنا دلوقتي السوشيال ميديا بتاثر شويه. صحيح. في انها، بس اتمنى الحته دي ما نلعبش فيها كتير يعني. طيب فيما يخص المركز المحليه، حضرتك قلت لي مصطفى العش، مصطفى العش وياد العسقلاني هيتم متابعته في نادي روسيا، اداره السكاوتنج بتتابعه. مصطفى العش طبعا تابعه. في حد بقى تاني جوه مصر؟ لا، مفيش غير الاثنين دول، هم دول بس، هم دول. وعندك اللعيبه بتوعك اللي هم السته، اللي هم السته الشباب. في مركز المهاجم كلنا عارفين انتوني مودست عقده هينتهي بنهايه الموسم الحالي ومش هيتم تجديده. ايوه، هم حاليا من دلوقتي اشتغلوا على المهاجم. طيب صامويل ابونج، هقول لك حاجه حصلت النهارده، الاهلي عاروا المصريه للاتصالات النهارده، اول ماتش ليه مع المصريه للاتصالات، اللاعب ده مواليد 2006 بالمناسبه،
وهو سعره 40,000 يورو اللي دفعوهم الفلوس. النهارده كان كابتن وليد سليمان وكابتن محمد شوقي راحوا اتفرجوا على اول ماتش المصريه للاتصالات امام مصر المقاصه في دوري المحترفين، اتفرجوا في الملعب وعملوا تقرير وقدموه للكابتن بدرجه، والكابتن بدرجه هيرفعه لمارسيل كولر، وكان معاهم حد من اداره التحليل قطاع الناشئين بيصور بعض اللقطات، ووصفوه وصف كده معناه انه جعان كوره وان هو نوعيه كده عمرو زكي هجام. فده جزء بيشتغلوا عليه ان ده يشوفه صامول ده يجي. في عندك محليا محمود ممدوح مدافع حرس الحدود اداره السكاوتنج برضه، مهاجم حرس الحدود اداره السكاوتنج بتشوفه، اسامه فيصل مهاجم البنك الاهلي برضه تحت المنظار لكن ما فيش قرار عليه، بيشوفوه ارقامه بيشوفوا تحليل، دول داخليا يعني. خارجيا برضه لسه بيشوفوا مجموعه من اللاعبين. ده فيما يخص المهاجم. هل في مهاجم محترف، مهاجم اجنبي؟ 100%، لان انطونيو مودست مش هتجدد عقده باي شكل من الاشكال نهايه الموسم الحالي، هو خد السنه بتاعته كلها وخلاص مش هيتجدد عقده. فالاهلي بيشتغل مبكرا في الملف ده وبيتعرض على مارسيل كولر اسماء، ومارسيل كولر بيعرض اسماء وهيوصلوا لصيغه وهيخلصوا. انا بقول لحقوا على مسؤوليتي قبل شهر مارس ما يخلص هيكون في حد اجنبي الاهلي مخلص معاه ومش هيعلن عنه الا مع نهايه الموسم، عشان ما يخضعوش لما حدث لفكره المزايدات. لفكره المزايدات تمام. والوقت خد بال حضرتك الدوري هيخلص متاخر جدا وهتبقى انت عشان تدخل في دوام انت تشوف حد من بره يكون القيد قفل عنده بره، انت هتخلص هنا مش اقل من شهر 8. ايوه القيد بره بيفتح، فمش عايز تزنق نفسك في مرحله مفاوضات تبقى قصيره، ان انت تروح للدول زي اسكتلندا ومش عارف مين وتبقى الدنيا صعبه بالنسبه لهم. من شهر 3 بيخلصوا، من دلوقتي شغالين على مركز المهاجم. طيب اخيرا استاذ عبد الحكيم، ده سؤال بقى اعتبره فضول شخصي، انا عايز افهمه ايه الدنيا بتجرى ازاي او بيتم ترتيبها ازاي في دولاب العمل داخل النادي الاهلي بعد رحيل السيد العمري فاروق رحمه الله عليه، ربنا يعني يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الاعلى ويربط على قلوب احبابه واسرته يا رب. العمري فاروق يعني عمود من اهم العواميد اللي كانت موجوده في النادي الاهلي، رئيس المكتب التنفيذي، وكان شعله نشاط نحله في كل فروع النادي الاهلي وفي اروقه النادي الاهلي الداخليه. هيتم ملء هذا الفراغ ازاي؟ كيفيه اداره الامور والمهام اللي كان هو مكلف فيها رحمه الله عليه، مين اللي هينوب عنه في اجراء هذه المهام؟ حفل التقبيل اللي احنا سمعنا عنه اللي مجلس اداره هيعمله لسيره واسم الراحل العمري فاروق، واخيرا هل سيتم اجراء انتخابات على هذا المقعد ولا هيكون بالاختيار؟ اللائحه بتقول ايه في الحته دي؟ طيب مبدئيا كان في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي النهارده استقالوا على قامه حفل التقبيل، لكن يبقى الحاجتين، المكان هم بيختاروا ما بين فرع التجمع الخامس ومقر الجزيره، والنقطه الثانيه الميعاد، بس ده ميعاد نهائي يبقى في حفل تقبيل وهيبقى حاجه تليق ب تاريخ واسهامات العمري فاروق. العمري فاروق ما يتلخص في جزئيه انه كان نائب رئيس النادي ورئيس المكتب التنفيذي. العمري فاروق يمكن عمل حاجات كتيره جدا للنادي الاهلي اغلبها لم يعلن، كان بيشتغل جوه قطاعات كتيره جدا في النادي وده ظهر يمكن حتى في العزاء بتاعه. ده الجزء بتاع حفل التقبيل. جزء تسيير الاعمال دلوقتي، المهندس خالد مرتجي قائم باعمال رئيس المكتب التنفيذي للنادي ده خلاص، وحصل اجتماع مكتب تنفيذي امبارح وكان بيترأسه المهندس خالد مرتجي قام بعمل رئيس المكتب التنفيذي. النادي الاهلي عنده سيستم في توقيع الشيكات، بيبقى اتنين كان بيوقعوا نائب رئيس النادي وامين الصندوق، فحته توقيع الشيكات اتحلت بين الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره، هيقوم باعمال التوقيع على الشيكات مع المهندس خالد مرتجي. فيما يخص خلو المقعد، الماده 61 من لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي المعتمده من اللجنه الاولمبيه واللي صدر على التصويت عليها 2018 بتلزم مجلس اداره النادي الاهلي باجراء انتخابات على المنصب في اول جمعيه عموميه، يعني الجمعيه العموميه اللي جايه في شهر 11 لازم النادي الاهلي يعمل انتخابات على هذا المنصب. طيب لو حد من مجلس الاداره قرر يعني ينزل على المنصب ده يتقدم باستقاله قبل الانتخابات او قبل الدعوه للانتخابات ب 60 يوم. يعني على افتراض المهندس خالد مرتجي عايز ينزل على منصب رئيس النادي، يبقى في شهر سبتمبر شهر 8 لازم يتقدم باستقالته من منصب امين الصندوق. طيب قدم هو كده خلاص ملوش دعوه بمنصب امانه الصندوق، هيتفتح الباب كمان على منصب امانه الصندوق. طب عضو مجلس اداره عايز ينزل على امانه الصندوق، هيتفتح الباب على منصب عضو مجلس الاداره. فالثلاث اماكن دول هتبقى في شهر 11 اللي جاي بموجب الماده 61، كمان الماده 97 من اللائحه الماليه الموحده لوزاره الرياضه بتلزم النادي الاهلي باجراء الانتخابات في اقرب جمعيه عموميه والا لن تعتمد الجمعيه العموميه. اللي حصل في اجتماع مجلس الاداره اللي كان الاسبوع اللي عدى والاجتماع ده كابتن محمود الخطيب قال لهم احنا مش هنتكلم في انتخابات خالص دلوقتي، احنا امامنا مزيد من الوقت، احنا هنشتغل بالشكل ده، هنمشي امور اداريه عادي. مهندس خالد مرتجي قائم باعمال رئيس المكتب التنفيذي، دكتور محمد شاه يوقع على الشيكات، وهنمشي بالشكل ده لحد شهر 9. في شهر 9 نتكلم في الانتخابات، مين هينزل نائب، هنجيب مين، مين هيبقى مين صندوق، مين هيترأس صعد، كل ده يتقفل دلوقتي خالص، ممنوع فيه الكلام. الاقرب وجود حد من بره ولا تصعيد حد من المجلس الحالي؟
الاسماء كتير، يعني مش الاسماء كتير، هي الدايره كلها مقفوله على المهندس خالد مرتجي انه ممكن يروح في منصب نائب رئيس النادي، ممكن الدكتور هشام العمري يجي امين صندوق، ده الكلام. بس طبعا بقول لحضرتك كابتن محمود الخطيب، بس ده الكلام اللي بيمشي في الجنينه بتاعه النادي اللي انا بقوله لك. لكن على مستوى مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب قفل الباب تماما، كان مجرد بس كلمه قال لهم مقفول، احنا عندنا ارتباطات، عندنا بطولات، عندنا نهائيات في كل الالعاب، كوره ويد وطايره وسله، مش عايزين غير نركز في الملفات اللي عندنا، عندنا ازمه، ودي الازمه على كل الناس، فلوس، مستحقات لاعبين، عايزين نخلص منها، وبعدين في شهر 7 ولا 8 نتكلم. بس انا بقول لحضرتك الموضوع مش هيطلع بره مهندس خالد مرتجي والدكتور هشام العمري. الصحفي الكبير الاستاذ عبد الحكيم ابو علم، شرفتنا ونورتنا، كل الشكر ليك. ربنا يخليك، نورت الدنيا. الله يكرمك. مكملين مع حضراتكم اخبارنا بعد الفاصل، خليكم معنا.